جولتنا الرياضية ما خلصتش لأن الأحداث كتيرة، خاصة أن في ماتشات مهمة النهاردة في بطولة أفريقيا للشباب، ظهور أول للمنتخب التونسي اللي بيلعب ضمن صفوفه محمد الضاوي لاعب النادي الأهلي. كمان في ماتشات مهمة في الدوري المصري، وبيعود النادي الأهلي للدوري بعد غياب أكتر من 21 يوم، وهيقابل أسوان، ده غير المباراة القمة الكرة الأوروبية اللي هتجمع ليفربول مع ريال مدريد في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم أكتر مع إسلام محمد الناقد الرياضي عبر التليفون. صباح الخير. صباح الخير يا استاذه لمياء، بصبح عليك طبعا وبصبح على كل متابعين ومشاهدين. صباح الخير يا بصر طبعا والقناه الاولى. صباح الخير عليك. وكلمنا على طول بقى النهارده الاهلي عنده لقاء مع اسوان، بنشوفه او بتشوفه ازاي خصوصا بعد 3 هزائم متتاليه للاهلي ورا بعض؟ طبعا في البداية أكيد هيكون لقاء مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة إن النادي الأهلي راجع من مباراة أو نقدر نقول كبوة مباراة الهلال السوداني، راجع بهزيمة من السودان. بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي هزيمة مفاجأة بكل تأكيد، إنك أنت تخسر من الهلال السوداني في السودان حتى أيا كانت المباراة، سواء في السودان أو في القاهرة. قيمة النادي الأهلي في أي مباراة بيخشها بكل تأكيد يسعى للظفر والفوز بالثلاث نقاط، ولكن الحقيقه كانت مفاجاه كبيره جدا ان الاهلي يرجع من السودان بنتيجه 1-0. بكل تاكيد خليني اكد لك على حاجه يا لمياء، ان المباريات اكيد في فوز وفي هزيمه، في فريق هيكسب وفي فريق هيخسر او حتى الفريقين هيتعادلوا، ولكن ان الاهلي يخسر في اول جوله في دوري ابطال افريقيا من الهلال السوداني، اعتقد ان الاهلي قادر ان هو يخرج من الكبوه دي. وحظ اسوان بقى السيء جدا ان الاهلي جاي من هزيمه من الهلال ويصطدم مباشره باسوان في الدوري المحلي. اعتقد مباراه هتكون مهمه جدا. كولر قفل على اللاعبين، قفل على الفرقه تماما، قال لهم بالنص كده، قال لهم خلاص احنا هنقفل على دوري الابطال، وهو ده قدر النادي الاهلي ده، هو يقفل على بطوله ويخش على بطوله ثانيه اللي هي بطوله الدوري المحلي. اعتقد هتكون مباراه صعبه جدا. اسوان كمان مع الكابتن احمد الرمادي الحقيقه عاملين توليفه مميزه جدا، عاملين تشكيله كمان ما بيغيرش فيها كتير او ما بيلعبش في التشكيله لمياء كتير. الحقيقه هنشوف مباراه قويه جدا جدا جدا، واعتقد مش هتتحسم يعني زي ما الناس متخيله ان ممكن الاهلي يكسب بسكور زي ما كان بيحصل في السابق. اعتقد ان المباراه هتكون صعبه، ولكن النادي الاهلي داخل المباراه ومن خلال كواليسي انا لمياء لصباح الخير يا مصر، ان هيكون في بعض التغييرات اللي كولر ممكن يعملها على التشكيل. قبل ما نتكلم على التغييرات وانه النتيجه لسه الناس مش متاكده ايه اللي ممكن يحصل، لكن الغيابات اللي موجوده في الاهلي سواء بالاصابه او بالايقاف شكلها ازاي؟ شايفها ازاي؟ بص يا لمياء، خليني اكد لك ان انا اللي انا عرفته امبارح من خلال معسكر النادي الاهلي ان كل اللاعبين جاهزين، يعني التوليفه اللي مع كولر كلها جاهزه. ما فيش غيابات مؤثره على النادي الاهلي، او ما فيش لاعب اللي هو الجمهور يقدر يقلق سواء غايب او مش موجود يعني مع الاهلي امام اسوان. الفريق كله كامل العدد. بعض التغييرات اللي انا بقول لك عليها لراحه اللاعبين للاجهاد، الاهلي زي ما قلت لك راجع من كاس العالم للانديه، راح مباشره على السودان. تخيل انت الاهلي في 15 يوم بيلعب في 3 بطولات مختلفة، بيلعب في كأس العالم للأندية، ثم يرجع على دوري الأبطال، ثم يرجع على الدوري المحلي. أعتقد إن كل ده لود وإجهاد على اللعيبة بشكل كبير جدا. كورة خلاص زي ما قلت لك قفل الصفحة. هيكون في بعض المراكز اللي ممكن يتم بعض اللاعبين يعني اللي بعض المراكز اللي ممكن يتم إراحتهم بنسبة كبيرة. هيدخل مروان عطية في الملعب بشكل كبير النهارده، هيدخل ايضا احمد الكندوسي اللاعب الجزائري، الصفقه اللي عقد عليها امال كبيره جدا جمهور النادي الاهلي، ايضا هيكون بنسبه كبيره متواجد في الملعب. عوده محمد شريف بنسبه كبيره ايضا هيكون برضه متواجد في الملعب بنسبه 95%، ممكن يريح حمدي فتحي وعلي معلول، خاصه ان مفيش وقت عندي في مباراه النادي الاهلي امام صن داونز، ايضا المباراه قريبه جدا.
واعتقد ان خلاص كل حاجه الاجواء داخل النادي الاهلي قفلوا الصفحه تماما على بطوله دوري ابطال افريقيا ومركزين طيب. في مباراه اطوال النهارده. طيب خلينا نتكلم في النهارده ماتش المحله مع الاسماعيلي، انت شايفه ازاي خصوصا ان هو بيعاني؟ هل هيقدر الاسماعيلي يخرج من المازق اللي هو فيه وبيعاني منه، ولا المحله هيستعيد التوازن بتاعه؟ الحقيقه انا حزين على نادي الاسماعيلي. مش هكلمك المباراتين اللي فاتوا، ولكن حزين على ما يمر به النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت. طبعا النادي الاسماعيلي لو جينا اتكلمنا كنا بنقول على مثلث الرعب في مصر هنا، كنا بنقول اهلي زمالك اسماعيلي، ولكن للاسف اين نادي الاسماعيلي؟ انا الفتره الحاليه دي بحس ان نادي الاسماعيلي مختطف، بحس ان المسؤولين اللي متواجدين في نادي الاسماعيلي الامياء ليسوا على قدر المسؤوليه، يعني كل واحد بيشتغل لصالح نفسه وليس لصالح نادي الاسماعيلي. انا بس بوجه لهم رساله، وفي كل مكان بكون موجود فيه بوجه لهم رساله، بقول لهم نادي الاسماعيلي نادي كبير جدا 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 لا يقل ابدا عن نادي الاهلي او نادي الزمالك. مع احترامي طبعا لكل الانديه الباقيه، نادي الاسماعيلي اول نادي يحصل او اول نادي مصري يحصل لقب افريقيا كنادي مصري. تخيلي في دلوقتي نادي الاسماعيلي، انا حزين جدا على نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي قادر ان هو يستفيق من الكبوه الكبيره اللي هو فيها دي، انا بقول كبوه كبيره ان شاء الله يعديها، صعب جدا ان شاء الله يعديها. بس خلينا كمان نروح لريال مدريد وليفربول وبطوله دوري ابطال اوروبا، بتشوفوا ازاي دلوقتي؟ طبعا هتبقى مباراه مهمه جدا، انشيلوتي ويورجن كلوب. الحقيقه بص يعني احنا بنستنى المباراه دي، عارفه انت اللي هو السحاره المستديره، الكره الجميله، المتعه. احنا في ثانيه بنقلب بالريموت كنترول يا لمياء، بنجيب من الدوري المحلي عفوا عندنا هنا دوري ابطال اوروبا. تخيلي الفوارق الكبيره جدا 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 اللي احنا بنشوفها، اعتقد هتكون قمه زي ما مكتوب قدامي على الشاشه، قمه الكره الاوروبيه. بحييكوا على العنوان المميز اللي انتوا كاتبينه ده، حاجه ولا اروع من كده. هتكون مباراه كبيره جدا ما بين انشيلوتي العبقري جدا 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 وبين يورجن كلوب المدرب اللي يمتلك الطموحات الكبيره اللي هو لا يؤتمن يا لمياء. انا بقول على يورجن كلوب مدرب لا يؤتمن في اي ثانيه داخل المباراه ممكن يصنع لك الفارق. عنده سكواد مميز جدا على اعلى مستوى. اي دلوقتي كل كلامي مصب على محمد صلاح، لان عوده محمد صلاح للتالق مع ليفربول الفتره الحاليه اعتقد هيبقى عوده مهمه جدا. عنده مباراه خاصه تحديدا محمد صلاح مع ريال مدريد، في كل مباريات محمد صلاح مع ريال مدريد بتلاقي مباراه خاصه. الناحيه الثانيه طبعا فريق ريال مدريد جاي من كاس العالم للانديه ويحمل بقى طموحات دوري ابطال اوروبا عشان يرجع كمان يشارك في كاس العالم للانديه النسخه المقبله اللي هتكون في ديسمبر في السعوديه. فاعتقد احنا قدام حدث كروي كبير ومميز جدا يا لمياء. اسلام محمد بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي، وكده خلصت فقرتنا الرياضيه، ونرجع مره ثانيه لمحمد الشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمياء.